يا رب. أستاذ هاني، يعني هنتقل بحضرتك لموضوع تاني في غاية الأهمية. محافظة الدقهلية إذا سمحت لي، يعني في أقل من شهر يعني فقدت طالبتين عينيهم بسبب إصلاحات بتتم في المدارس، ده في محافظة الدقهلية في أقل من شهر. فعايز أسمع من حضرتك يعني الحل إيه في مثل هذا الموضوع، بس أستأذنك تسمع هذا التقرير معانا. حصة ألعاب كنا قاعدين صف بنات وصف صبيان، فالصبيان قالت علينا الطول. كانت واحدة جنبي اسمها هاجر مجد، واحد اسمه وليد ياسر زقلها في الطول في دماغه. فاحنا بنقول لها معلش قام زقل فيا الحديد. لقيت هدير جاية من المدرسة في حالة سيئة جدا، بتعيط، وبعض زمايلها جايبينها وجايين. مالك يا هدير؟ بتقول عيني، وكانت خايفه خايفه جدا، حتى تقول ان في واحد طالب زميلها زقلها بحاجه في عينها. وضغطت عليها في الكلام، مالك مالك؟ فقالت لي في ولد اسمه وليد كان بيزقلنا بطوب، وكان في ايده حديده وحذفها جت في عيني. ولقيت زمايلها جايين جايبينها في حالة سيئة جدا. طب انت عملت ايه اللي حصل يا هدير؟ قالت لي انا رحت للمدير الاستاذ ايمن، طلعت له فوق بقول له يا استاذ ايمن الولد حذفني بالحذف في عيني. فقال لها طب روحي اغسلي عينك وتعالي. فغسلت عينها وجت، قال لها طب انت هتبقي كويسه دلوقتي اقعدي، وسابها لغايه نهايه اليوم الدراسي. ولقيتها جايه في حاله سيئه، ففي اليوم ده كان في مطر شديد، خدتها وطبعا طلعت على المستشفى على طول، مستشفى مركز طب وجراحة العيون. وكان اليوم حتى كان في اليوم ده ما كانش في استقبال، ودخلت بكارنيه الشغل، دخلت بكارنيه الشغل وقالوا لي لازم عملية حالا، عملية فورا، لأن في الوقت في فتحة في القرنية، والسائل العين خرج من العين، ولازم حالا تعمل لها عملية. ودخلت العمليات وتعمل لها عملية. تمام، يعني الحالتين تقريبا بسبب الإهمال، واحدة احنا سمعناها بسبب إهمال، وإهمال من ضمن حالات الإهمال اللي ممكن نقول عليها في التعامل مع الإدارة أو الشكوى للإدارة، والتانية بسبب إصلاحات كانت بتتم في المدرسة. أستاذ هاني تعليقك إيه؟ معايا أستاذ هاني؟ أنا الصوت مش عارف كان صوتي واصل حضرتك يا أستاذ شريف ولا لأ. طيب صوت حضرتك واصل لي، حضرتك استمعت للمشكله؟ الحقيقه انا عندي مشكله بس في الصوت، لكن لو حضرتك سامعني احنا ما زلنا بنأكد ان اي حاجه لا علاقه بتقصير او باهمال احنا بناخد فيها اجراءاتنا الفوريه نحو محاسبه المقصر او المتسبب في اي اهمال، مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه اللي بيها نمنع تكرار مثل هذه الامور. وانت طبعا عارف حضرتك احنا يوميا يعني تم اتخاذ اجراءات، يعني تم الطلاب بكثافه كبيره جدا في المدارس. وارد جدا جدا في وسط هذا الزخم ان ما يبقاش الشغل كله يعني على قدم وساق، ممكن تلاقي حد بيأثر، حد بيؤمن، دول احنا بنحاسبهم اول باول. هل تم اتخاذ اجراءات قويه وصارمه تجاه المتسببين في احداث حالات تشوه عند الطالبتين؟ أنا مستنى حضرتك يا أستاذ شريف والله. أستاذ هاني تم اتخاذ إجراءات على المدرستين اللي بتعمل الإصلاح، واللي إدارتها ما قدرتش تاخد قرار علشان تقف بجانب البنت اللي أصيبت في عينها؟ الحالتين في نفس المدرسة، واحدة بسبب إصلاحات والتانية بسبب تقصير في التعامل الإداري. ما أنا بقول لحضرتك يا أستاذ شريف، أي معلومة بترد لغرفة العمليات بتعكس الله لا يقدر اصابه حد من اولادنا او بناتنا، ويكون سبب الاصابه ديت او سبب المشكله ديت اهمال او تقصير، بيتم رفع الامر في حينه للدكتور الوزير اللي بيشكل لجنه عشان تثبت الحاله وتتخذ كافه الاجراءات حيال المتسببين في هذه المشكلات. دي مدرسه الحواوشه الابتدائيه في محافظه الدقهليه. تمام يا فندم. وصلت لحضرتك الصورة؟ طيب لو حضرتك سامعني أنا هرجع طبعا تاني للمداخلة، عشان بعتبر إن حضرتك دلوقتي
بلغتني بيه بلاغ عادل هيتم التعامل معاه فورا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني أنا ما فيش قدامي غير أن أنا أشكر حضرتك، وأتمنى أن المشكلة دي يتم حلها، وأتمنى أن حضرتك ترجع للمعاونين ليك، ربما يكونوا قدروا يسمعوا المداخلة وقدروا يسمعوا المكالمة اللي احنا أجريناها مع حضرتك. وفي النهاية بنتمنى الصرامة والحزم وسرعة تفعيل الإجراءات في التعامل مع المشكلات اليومية اللي بتواجه الطلبة والطالبات، وخصوصا فيما يتعلق بالإصلاحات اللي المفترض أن هي تكون تمت قبل بداية العام الدراسي.